السلام عليكم مشاهدينا الاعزاء، مشاهدي قناه الامام الحسين عليه السلام الفضائيه، عظم الله لكم الاجر في هذا المصاب الجلل ذكرى اربعينيه استشهاد الامام الحسين عليه السلام من مدينه امير المؤمنين، مدينه النجف الاشرف، حيث الاجواء المليئه بالحب والمواساه لسيد الشهداء. سنتعرف ونشاهد كيف تستقبل هذه المدينه ملايين الزائرين الا الامام الحسين عليه السلام وامير المؤمنين. كونوا معي حياكم الله واهلا بكم. ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. اللهم صل على محمد وآل محمد، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. الخدمة خدمة أبا عبد الله سيد شباب أهل الجنة، كما قال أحد العلماء أن الحسين عطاء بلا حدود وعظمة إلهية، كل ما تقدم للحسين هو شيء قليل بمقابل ما قدم سيد الشهداء. بالنتيجة الزائر والخادم هو عطاء ما يساوي العطاء اللي قدمه سيد الشهداء. بالنتيجة أحد العلماء عنده عبارة جميلة بحق الحسين، يقول: ضع بوصلة قلبك باتجاه الحسين ستتبعك كل الاتجاهات. بالنتيجة إذا أحد قلبه ويا الحسين، الحسين ما راح يعيه. هذا العطاء وهاي الخدمة لحد ساعة بعد منتصف الليل، الآن إحنا متواصلة من الصباح إلى الصباح، يعني ماكو يعني بالتناوب وجبات إطعام شراب. ونسأل الله من العلي القدير أن يمن علينا بقبول العمل وديمومة العمل، أهم شيء قبول العمل وديمومة العمل. وندعو ان يعني يكون خدمه الحسين كل سنه يقدمون هذا الواجب، احس به واجب انساني، واجب يعني شرعي باتجاه ما قدم الامام الحسين من عطاء من دماء زكيه طاهره، وهم انوار الله في هذا الكون، خلقوا من نور الله. اسمح لي حجي بس اسالك هذا السؤال، انت يعني عشت بالماضي وعشت يعني بزمن النظام البائد وعشت هسه، يعني شنو شعورك هسه من تستذكر ذيك الايام، ايام الاضطهاد وايام المنع؟ حقيقه احد الاشياء اللي يعني اللي افتخر بيها، واللي هي من الاشياء اللي دائما ظل بذاكرتي، انه انا احد سجناء هذه الخدمه وهذا الطريق. يعني حقيقه بال 2000 2001 سجننا في هذا الطريق سنة كاملة بالمديرية الأمن. بالنتيجة احنا عشق عندنا وللحسين عشق أبدي، يعني من الفطرة. بعدين الحسين هبة السماء إلى الخلق، هاي الهبة يعني هدية الله إلك، فشقد ما أنت تعطي شيء ما بي يعني اريد مجازاته من رسول الله من فاطمه الزهراء. واكيد الامام المنتظر عجل الله تعالى فرج الشريف هو حاضر بهاي المناسبه، حاضر حاضر حاضر، ويسجل كل العطاء اللي قاعد قدمه خدمه الامام الحسين، وكل زوار الامام الحسين مسجلين ان شاء الله عنده ان شاء الله بسلامتكم وبركات دعواتكم وجهودكم، وعيدها عليكم بالخير واليمن والبركه. ونسال الله من العلي القدير بحق الحسين ان يمن على هذا البلد الامان والنصر ان شاء الله، النصر المؤكد المؤكد ان شاء الله، وان شاء الله الانتظار والفرج قريب بحق محمد وال محمد. نسال الله القبول. اراد معذره خادمكم على مرزه موكب سيد الكائنات النجف الاشرف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا ومرحبا بكم ان شاء الله. الله يحفظ هذا العطاء وهذه الخدمه، الله يحفظكم، واحنا نتشرف بوجودكم ويانا وخدمتكم اللي تقدموها للمواكب الحسينيه كافه، مو فقط الا موكبنا، وانما تخدمون في كل مكان. يعني هو كل العراق الان هو موضع حسيني من الشمال الى الجنوب، واحنا نتشرف هاي الخدمه منذ الستينات، ترى مو يعني الان. أنا أذكر من سنة 1964 أقمنا أول موكب في كربلاء لخدمة الحسين، واستمرينا بهذه الخدمة والله وفقنا بهذا المكان المهم الاستراتيجي الذي نخدم به الزوار القادمين من كافة أنحاء العالم.
أكو فرق حكي بين الماضي وبين هسه؟ والله طبعا اكو فرق بين الماضي والحاضر. بالنسبه للماضي مرينا احنا بفتره عصيبه جدا، يعني فتره الحكم صدام حسين ما كان عندنا اكو هيك حريه ولا اكو عندنا هيك قابليه نصر، يعني كنا نخدم بالخفيه، يعني هالفتره العظيمه نخدم الحسين بالخفاء، يعني نقدم ما نستطيع ان نقدمه. لكن من الان احنا بهذا المكان من سنه يعني بسنه 11 بال 2014 هنا ثبتنا وحصلنا على اجازه بهذا المكان لخدمه زوار الحسين. والحقيقه هي احنا ما نقدر نوصل خدمه الحسين الحقيقه، لان ما خدمه الا حبيب ابن المظاهر والحر الرياحي والجماعه وزهير وربعه والشهداء اللي استشهدوا، ذولا خدموا الحسين، وانما احنا نخدم زوار الحسين ونشرف هاي الخدمه العظيمه. فاحنا باسم عشيره العوابد في تحت مجسرات ثوره العشرين نتشكر من عندكم ونسال الله ان يوفقكم لخدمه الزوار وتقديم ما تستطيعون ان تقدمونه للمواكب الحسينيه. كلمه توجهها للاجيال اللي جايه. والله احنا الحقيقه نعتبر هذه هي بذره، واحنا الان نرتاح لاطفالنا اللي يخدمون، ما نرتاح للكبار، يعني كبير هو مستوعب القضيه، وانما نريد نزرع البذره عند اطفالنا. حتى وفعلا احنا عندنا الان اطفال يعني استوى هسه صيح ايش لب ما يزايد، يعني على 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 بساطتها يعني. اي يعني هو احنا مكيفين بها واحنا ندعوهم هالشوف الشباب الصغار يعني بنات او رساله يعني توصلها رساله انا يعني اوجهها لكافه المواكب الحسينيين يعتمدون على اطفالهم اكثر ما يعتمدون على الكبار، لان التعلم في الصغر كالنقش على الحجر، يبقى ثابت بإيمانه هذا ويعتبر قضية الحسين قضية مهمة له يعني مدى الحياة. والآن احنا نفتخر بهذه الخدمة وننتظرها يوم عن يوم. ثق انه احنا من بداية لا من الأول عشرة عندنا موكب مشعل عشيرة العوابد أيضا مهتمين به ونقدمه، والآن هاي من خلصنا العشرة الأولى وجينا نصبنا موكبنا من بداية الصفر إلى وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. حجي بس اسمح لي بسؤال، قبل بزمن النظام مواكبكم شلون كنت تسوي؟ مواكبنا احنا كنا بالبيوت نسوي طعام، يعني لفات على شكل لفات، ونطلع بالسيارات بالخفيه على الطرق النيسميه. نعم. يعني مو طرق شوارع رئيسيه لها، يعني على طريق العلماء هسه اللي يسموه حاليا تقريبا بالطرق النيسميه، يعني البلساتين، المناطق النهريه، المناطق اليابسه، وبعض مرات نتعرض الى مناطق بها مياه يعني. نعم. هذه وطبعا متابعه الحزبيين ورانا يعني ما يتابعونا يعني، وانما احنا بالخفيه نطلع اللفه نعطيها واحنا ماشيين على السريع يعني. فكانت خدمتنا خدمه يعني مثل ما يقولون مو مكشوفه، يعني مثل الان ماخذين حريتنا احنا ونتصرف ونبذل هذا، وحتى ما نقدر نبذل الشيء الزايد لانه اذا شيء زايد ينكشف علينا. فاحنا حتى اللطميات العزاء بالخفيه، يعني نغلق الباب ونقيم المعتم الحسيني ببيوتنا ونقدم ما نستطيع ان نقدمه يعني. شنو الخدمات اللي يقدمونها؟ والله الخدمات احنا نقدمها بالكامل، يعني بدايه من الماء اللي هو اهم شيء، يعني عصب الحياه يعتمد على الماء، ويوميا نقدم يعني بحدود ال 100 الى 150 الى 200 كرتون ماء يوميا يعني مستمره عندنا هاي. ومهيئين له الات التبريد يعني مو بس نقدم ماء حار. الباقي المثلجات ايضا هم نقدمها، اما الطبخ الصبح والظهر وبالليل والاوقات الضائعه، يعني مثلا من ال 11 وفوق هم نقدم وجبه، بالعشرة الظهر يعني هاي الاوقات احنا الميت نسميها اللي ما نقدم بها المواكب، ايضا نقدم بها خدمه للحسين اضافه الى الشاي والشرابت والقهوه مستمره 24 ساعه احنا هنا، والمواد الغذائيه بشكل يعني مستمر، يعني ما مقطوعين عن التوزيع. تقريبا من اي يوم تبدون تشتغلون؟ احنا من بدايه صفر نبدا هنا، من بدايه صفر الى كم تستغرقون يعني تقريبا بناء الموكب وتجهيزه؟ والله هو احنا هذا المبلغ ما نقدر نتحكم به، ليش؟ على حجم الزوار اللي يجونا، يعني كل ما تجينا الزوار زياده كل ما نصرف اكثر، ما نقدر نعتمد نعطيك رقم يعني. الصرف مفتوح له هو، وحسب كل واحد حسب امكانيته بهاليوم، يعني واحد قد يصرف مليار وواحد قد يصرف بس شاي او قهوه. لا، ما احنا خدماتنا متكامله، يعني منام ومو بس بالموكب المنام، بيوتنا ايضا مفتوحه
كل البيوت اللي ويانا من عشيرتنا من أصدقائنا من أقربائنا من السادة من بيوتهم مفتوحة للزائرين الذي ما يقدرون يستطيعون يباتون هنا أو يردون خدمات إضافية. وإحنا نتمنى لكم وبس أنه ما تقطعون هذا البث يعني بالكامل، وإحنا باسم عشيرة باسم عشيرة العوابد نقدم لكم، وهاي مجسرات ثورة العشرين لأن إحنا لنا أساس بها. حجي مرزوق العواد أحد الأبطال رجال ثورة العشرين اللي قائد ثورة الرارنجية، قادها حج مرزوق على العواد، وإحنا باسم عشيرة العوام نقدم لكم الشكر والتقدير، وأهلا وسهلا بكم ونتمنى لكم الخدمة الموفقة. يعني الحاج حميد الشادي محمد الفلح العابدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك من يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. والله مثل ما تعرف خدام الحسين وهاي زوار المشايخ، عندنا احنا موكب نجف الاشرف شباب، يعني نقدم ثلاث وجبات طعام، الريوق وغدا وعشاء. نعم. انت شنو تعني لك خدمه الامام الحسين؟ والله شرف ان خدمه الامام الحسين، وهاي كل يعني توارثناها هاي الشغله ابائنا واجدادنا وتعلمنا عليها، وبعد يعني ما نقدر نعوفها. نعم. هاي تقول احنا شباب وبينا. نعم. بلي. الوضع المادي شلون يعني شلون ترتبون الوضع المادي؟ والله الوضع المادي يعني الحمد لله والشكر. نعم. الناس هم ما تقصروا ويانا يعني حسب امكانياتنا نقدم. يعني متبرعين ومتجمعون ولا شلون؟ والله يعني شو اقول لك، احنا اول شغله احنا كشباب يعني القائمين بالموكب يعني كل من حسب امكانيته نجمع اللي نقدر عليه، والناس هم يعني اكو ناس كبار هم يدعمونه. استعداداتنا موكب كافل زين بيبدا من 6 صفر الى 7 صفر. مهيئين كل الامور، عندنا وجبات للزوار، عندنا وجبات الطعام لفات الهمبرجر ومقبلاته وكل الامور اللي وياها ضمن وجبات الاكل. عندنا وجبات العصائر، عصائر نبدا هي كلها فريش، انواع العصائر من الكيوي من البطيخ من المشمش البرتقال قجرات البلنجو. من اي يوم مستعدين لها؟ احنا نستعد من بدايه 1 محرم نتهيئ، من 1 محرم نبدا نتهيئ اللي عندنا حتى يكون بداية صفر احنا مجهزين الموكب كامل بكل شيء ما عنده بنقص. التمويل يعني الشيء المادي شلون ترتبه؟ التمويل احنا اصحاب الموكب تقريبا بين الخدمه ومؤسسي الموكب للسادة آل شبر سيد كوثر شبر واولاده، واحنا كل احنا الموجودين فنهيئ كل الامور اللوجستيه الموجوده ونبدا من يوم 6 صفر احنا مباشر. شيبة المبارك اريد منك فتكلمة، يعني شنو تعني لك خدمه الامام الحسين؟ والله خدمه الامام الحسين احنا ننتظر شهر صفر وننتظر من بدايه محرم يا شهر الاحزان. عندنا شهر صفر يعني له خصوصيه ما ينحسب من العمر حقيقه، يعني من دون مجامله او انطي مبالغه ما ينحسب من العمر، يعني ننتظر الخدمه نبدا احنا عملنا العمل الخاص نبدا به من 6 الصبح ننتهي بالخمسة، عندنا كادر عملنا وكادر للموكب الحسيني فنقسمه نصفين، من خلص من عملنا الخاص بينا نتجه للموكب نبقى به تقريبا للثنتين 2:30 ناخذ لنا فاصل استراحه ساعتين 2:30 ونبدا نباشر العمل نهيئ اليوم الثاني. زين هاي يعني كلها انتم مخططين لها ومنظميها؟ احنا مخططين ومهيئين لهذا الشيء حتى نقدر، لان اعداد الزوار ما شاء الله بالالاف ومئات الالاف فما نقدر يعني نقدم اكثر، يعني عندنا امكانيه هاي الامكانيه المحدوده، بس هو هذا عملنا احنا اللي قاعد نبذله للزوار ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل ونرجو رضا وشفاعه سيد الشهداء ابا عبد الله الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، وذلك من يعظم شعار الله فإنها من تقوى القلوب. الحمد لله والشكر، خدمة الحسين جارية أبا عن جد، إن شاء الله مستمرين بهاي الخدمة، خدمة الحسين إن شاء الله. الله يعطيكم العافية. يعني شلون تستعدون للزيارة؟ احنا وحدنا من ذاتنا من تجي الأربعينية وحدنا نطلع نسد حواشنا ونسد محلاتنا ونطلع نخدم أبا عبد الله الحسين، ما حد يقل لنا، وجيوبنا والحمد لله والشكر ممدودة سفرة هاي الحسين، سفرة الحسين ممدودة إن شاء الله. شنو الخدمات اللي يقدموها للزوار؟ احنا 3 وجبات عندنا، ريوق وغدا وعشاء الحمد لله. العشاء وجبتين تصير لأن الوادم قامت تمشي بالليل، فيصير العشاء وجبتين عندنا، والغدا والماي مستمر والثلج والحمد لله والشكر. الخدمة جارية. كم سنة صار لكم بهذا المكان؟ احنا صار لنا تقريبا 15 سنة ما شاء الله بهاي الخدمة. بارك الله فيك. موكب أحباب الإمام الحسن عليه السلام. موفق
الله يعوضك، الله يعطيكم العافيه. انتم همنا خدمتكم هاي خدمه ابا عبد الله، ان شاء الله يتقبل من عندنا ومن عندكم. خلال السنوات السابقه هم اكو فد قصه فد موقف تقدر تشاركنا به؟ والله احنا خدام الامام الحسن، الحسن كريم اهل البيت، فالحمد لله والشكر جاي نشوف كرامات من الامام الحسن. انا عندي 10 سنين ما عندي بزر، والحمد لله والشكر رزقنا الامام الحسن وهاي السنه وجاني طفل وسميته حسن ان شاء الله على اسم الامام الحسن. الحمد لله والشكر. وبعد ابا عبد الله هو ابو الكرامات كلها. ان شاء الله مستمرين بهاي الخدمه. اي المناحر لا تبكي عليك دما، ابكيت والله حتى محجر الحجر. صلوات الله وسلامه عليك يا مولاي يا ابا عبد الله الحسين. سادتي مشاهدينا الاعزاء، الى هنا نصل الى نهايه تغطيتنا لهذا اليوم. في أمان الله وحفظه.